السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام، أنا سامي جديد معكم يا محمد. فيديو جديد من فيديوهات لعبة أب كونكر وسلسلة السيستم الجديد إن سبيريت. طبعا يا جماعة يعني هوريكم أنا بشكل بي 10 وبي 9 والكلام ده كله إن شاء الله تعالى أعلى حاجة حرفيا، تمام. بس طبعا في البداية ما تنساش تعمل لايك وشير في كل جروبات صفحات كونكر لاين، وطبعا انضم لسيرفر أب كونكر ريجستر. من خلال الريجستر تسجل اليوزر نيم والباسورد، الباسورد الثاني الايميل والكود. الكود ده مهم جدا لازم تحفظه عشان خاطر لو انت هتعمل تريد لنقط الشحن ايا كان فيما بعد. انا لست برنامج روبوت. بعد كده تدوس على كريت اكونت، من خلال بقى صفحه داونلود طبعا بتحمل اللعبه كلها زي ما انت عايز على ميجا ميدا درايف او جوجل درايف، اللعبه احدث اصدار حرفيا. طبعا يا جماعه اهو بمعانا ماكس بي 10 و البي 10 من كل نوع، من 2 و3 كمان، وادي البي 9 زي ما انت شايف طبعا بدوس عليهم عشان يخشوا الغزنه بتاعتي اهو الانفنتوري. طبعا البي 10 زي ما انت شايف اهو ماكس 100%، طبعا كل حاجه اهو زي ما انت شايف ماكس اعلى حاجه، تمام. ان سبيريت ماكس 13500، اتاك 4500، فدي حاجه جميله جدا، تمام. ممكن نعمل ريبليس طبعا، ريبليس اللي بعده، واخر حاجه طبعا ريبليس دي هي. جميل جدا. طيب كده عندك ثلاث حاجات اهو بي 10 معايا. هل معايا بي 9؟ معايا بي 9. طيب تعال بقى نشوف بقى موضوع البي 9 ده، هل في اعلى من بي 10؟ هنشوف دلوقتي، بس هو مفيش اعلى من بي 10، تمام. بس ايه طبعا ما شاء الله ما زادتش اي حاجه، خدت التموين كله بتاع الاكونت، شفطت كل حاجة. البي 10 بقى هياخد قد ايه من 10,000 اللي معايا دول؟ خد حوالي 750 طبعا، ده البي 9، ده البي 9، خلي بالك ادي البي 9 اهو برضو. انا بوريكم كل حاجة عشان نشوف دلوقتي شكل البي 9 البي 10، واذا كان في افكتات اتغيرت شكلها ولا لا، كل ده هنشوفه دلوقتي بإذن الله تعالى. اهو كده احنا معانا يا معلم البي 10 من كل حاجة. طبعا احنا نختار اول حاجة اهو بي 9 مع بي 9، ادي بي 10 زي ما انت شايف، طبعا دي اعلى حاجة حرفيا اهو. هل في بقى من بي 10 بي 10 تاني؟ ما توقعش. اوه ده في نسبة حظ كمان، ده تخيل انا ما خدتش بالي هنا في نسبة حظ. شفت 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 شفت، يا نهار ابيض يا جدعان. بس هي المشكلة الكلام كان يوز كذا از كليرد. ممكن خلي بالك ما تنجحش، ممكن ما تنجحش، صعب اوي الموضوع ما تنجحش ده يا جدعان. اه والله صعب جدا، يعني الموضوع مش حلو خالص. يا بساتر، بس كويس انا جايبهم بي 10 اصلا، كده كده مريح دماغي. طيب عندك بي 9، البي 9 هل هتنجح؟ برضو يبقى بي 10 خلي بالك صعبة جدا ان انت تعملها، احذر ثم احذر ثم احذر، لان حرفيا شكلها صعب جدا 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 على فكرة عشان تخليها. طب اي حاجة شغالة، طيب يعني بي 10 بي 10 بي 10. طب في هل بقى في بي 10 في بي 10 تاني؟ مش عارف اقول لك ايه. اخ يا جدعان بي 9 صارت انا منجحتش. وصارتها انها منجحتش. خلي بالك انت عشان ترفع من بي 7 لبي 7 تاني الموضوع ممل ابن لذينة، والله مش سهل يعني. افتكر الموضوع سهل، موضوع بجد بجد صعب جدا. انا معايا 2 بي 10، واحدة بي 9، واحدة بي 9 تاني، مفيش تاني معايا مع الاسف. يعني انا جربت كله وكله حظ اصلا واقف يعني. طيب زي ما انت شايف اهو، تعال اوريكم شكل الويسد رو اهو. اهو ده الشكل بتاع البي 10 من كل حاجة، والبي 9 ده زي ما انت شايف اهو اعلى حاجة حرفيا اهو، اعلى حاجة حرفيا زي ما انت شايف، ودي نادرة جدا جدا جدا.
شكلها كده ممكن تعمل تريد، الله اعلم برضه عشان لسه ما نعرفش الموضوع ده بنسبة 100%، بجد بنسبة 100% ما نعرفش. حلو، فهل بقى انا بقى لو ماكس كل حاجة حرفيا دلوقتي رانك 20,000 بروجرس، طبعا الرانك توب 3 هيقدر ياخد بنسبة 50% حظ ان الاتش بي بتاعه يرجع على طول، لو هو حتى استخدم، لو هو مستخدم الديفاين الريفل، لما يكون مستخدم اللي هي السبيريت بمعنى صحة الله كده زي ما انت شايف. هل في اي تغييرات هنا؟ في اي تغييرات يعني؟ هل في مثلا بتزيد اسرع؟ البار ده بيزيد اسرع، بس طبعا عشان انا مطلع الوحش لازم الوحش يتشال واعمل اكتف. هل البار بيزيد اسرع؟ تقريبا لا، يعني ما بيزيدش اسرع، تقريبا ما بيزيدش اسرع ولا اي حاجة، تمام ما بيزيدش اسرع. تعال كده نشوف هنا، المفروض ان انا كان في وحوش ريلم، تعالى اتمنى تكون موجودة، ما تكونش ماتت يعني، اتمنى، انا بقول اتمنى. مش موجودة، خسارة. طيب تعالى نشوف، ماشي زي ما انت شايف، طبعا مستنيك انا في السيرفر ده، طبعا اعلى حاجة انا وصلت لها اللي هو ماكس حرفيا. هل في اي ماكس تاني؟ مفيش اي ماكس تاني حرفيا، بس طبعا الاسكيلات مميزة جدا وقوية جدا جدا جدا، مفيش اي حاجة تاني حرفيا اعمل بيها ماكس، مفيش نهائي، مفيش نهائي اي حاجة اعمل بيها ماكس تاني، لان انا حرفيا دلوقتي ماكس كل حاجة في موضوع السيستم الجديد ده. جميل جدا، سيستم حلو لذيذ حرفيا بجد، متعب على فكرة مش سهل، لان كمان النسب كمان كل ما بتزيد الليفل السبيريت بتاعك او الروح اللي معاك كل ما بتقل طبعا نسبة الحظ، فده موضوع صعب جدا جدا جدا. تمام زي ما انت شايف اهو، انا اوريكم برضو ادي البي 10 سيليستيال ارتشر، عندك كمان وورير والتويست، 10 10 10 تمام، ادي 10 من كل حاجة. وماكس ده ايه ده؟ ده بي 6، ايه ده؟ ليه ما بدلتش انا ريبليس يا عم؟ وتعالى انت مكانها بس كده اهو، كده اتظبطت ريبليس، عشان هي كانت ممكن تكون مهنجة ولا حاجة اهو، كده كله زي الفل وكله ماكس، كله ماكس زي الفل، كله عسل، كله قلصت قلصت يعني. طبعا احنا شفنا شكل البي 9 والبي 10 دلوقتي زي الفل، طبعا تعالى كده لفة سريعة في السيرفر ازاي نقدر نجيب ستاف وليفل والكلام ده كله، من خلال طبعا هنا اهو، اهو بي 7 اكويبمنت على حسب الشخصية بتاعتك. جميل، طبعا انت لو عايز تعمل ارشيف بتاعك هتعمله بسهولة اهو، بتجيب الحجارة الخضراء من هنا من السيستم فين اهو زي ما انت شايف، 1.85 سبيس، وبعد كده بتشتري ايتمات وارشيف من هنا عادي خالص اهو زي ما انت شايف، وتبدل يا معلم بايتمات الارشيف بتاعتك على حسب اللي انت عايزه، وهتقدر تعمل ارشيف بكل سهولة. السيرفر حرفيا ماكس كل حاجة، ماكس كل حاجة بجد مش هزار يعني. تمام اهو من ناحية الويردروب في كل احدث كلمات نازله، الماونتات اللي نازله، كل حاجه حرفيا نازله زي الفل، حتى بالماونت اللذيذ ده. بص الماونت ده الايفكت بتاعه حلو جدا على فكره، استنى كده بص، يلا بقى مستنيكم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.